مشكلة البيوت إذا بتتابعني أنت بالقناة انحلت عندك نهائيا، يعني ما في بيت بيخطر على بالك بدك تبني إلا بتلاقيه عندي بالقناة وبأسهل طريقة وأسرع طريقة ممكنة. وغير هيك بعلمكم شلون تبنوا بوابات إلكترونية وأشياء إلكترونية بتفيدكم بسفراتكم. يا أخي شوف الفيديو وادعي لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شفاركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونجدتكم بفيديو جديد. موضوعنا اليوم يا شباب عن لعبة ماينكرافت، بناء بيت جديد إن شاء الله بالسيرفر، وكمان رح نبني باب إلكتروني مخفي. طيب مثل ما بتعرفوا يا شباب أنا علمتكم كتير تبنوا أبواب إلكترونية، منهم أبواب مخفية ومنهم أبواب إلكترونية عادية، ولكن اليوم رح يكون باب مختلف، والبيت اللي رح علمكم كيف تبنوه كمان رح يكون مختلف. بداية خلينا ألبس الدروع يا شباب ونحط هدول هون بأماكنهم. ولا مثل ما لكم شايفين يا شباب، اول شيء رح نبدا بالبيت طبعا، والبيت بناؤه كتير سهل وبسيط وبيت حديث وشكله كتير حلو. طبعا انا قررت ابني البيت مقابل هاي الفيلا يا شباب، الفيلا هاي كتير كتير كبيره، لسه بدها شغل كتير لحتى اقدر اخلص منها واقدر انهيها، ولكن مع الاسف بدها وقت كتير وانا عم اتكاسل بصراحه. فيب شباب اليوم رح ابني معكم هذا البيت بالسرفايفل، مشان ما حدا يقول لي انه عم تبنيه بالكرياتيف او كذا. انا طبعا بالاغلب البيوت هاي الفيلا بنيتها بالكرياتيف، علمتكم كيف تبنوها، لانه يا شباب بناءها اذا بدي ابنيها سرفايفل بيطول معي نهار كامل، والفيديو اللي عم نزله اذا عم ابني شغله بتطول معي كتير، الفيديو يا دوب عم يجيب 200 مشاهده، فليش تعب حالي انا بشغل يوم كامل على 200 مشاهده؟ تعبت حالي 4-5 ساعات، عملت لكم مونتاج 20 دقيقه، علمتكم كيف تبنوا فيها هاي الفيلا ونزلت لكم اياها. طيب والله هذا اليوم البيت سهل، راح علمكم كيف تبنوه بالسرفايفل بدون اي مشاكل وبدون ما تاخذ معكم وقت كتير ولا حتى موارد كتيره. طيب والله يا شباب انا جبت اول شيء معي الموارد اللي راح تلزمنا. اول شيء راح ناخذ الكونكريت الجري يا شباب، بتبنوا اربع حبات لفوق بهذا الشكل دور مدارات البيت يا شباب، مثل ما يكون شايفين حوالين الكوارت زي كله بتبنوا اربع حبات لفوق. طبعا هذا العرض يا شباب عرضه 11 بلوكه وطوله 9 بلوكات، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهيك بالعرض 11 بلوكه، بتبنوهم 9 ب 11 وبتكسروا هدول كلهم، بتحطوهم خشب مثل ما انا حاطهم بالضبط. بعدها بتجيبوا الجراي كونكريت يا شباب بهذا الشكل وبتبنوا اربع بلوكات لفوق مثل ما انا عم ابنيهم هلا حاليا. ومثل ما لكم شايفين خلصنا بناء الكونكريت بهذا الشكل يا شباب. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب هلا كمان معنا الكوارتز يا شباب، كله بنجيب الكوارتز هذول بهذا الشكل، وبنجيب كمان الخشب هذا راح يلزمنا كمان، بنجيب الابواب التراب دورات هذول، يعني راح نجيب اغلب الموارد يا شباب. طيب هلا انا هذول بما انه ما راح يلزموني حاليا، خلينا ننزل هذا وننزل هذا، نرفع ستاك من هون ننزل ستاك من هون، هيك راح يكون الشغل اضبط يا شباب. طيب هلا بدايه انا راح ابني درج لفوق يا شباب بهذا الشكل عشان نقدر نطلع وننزل منه يا شباب، لانه هلا لازم نطلع لفوق. شو بدنا نعمل هلا يا شباب؟ بنجيب ستاك خشب، هاي السقفيه كلها راح نحطها بهذا الشكل بالخشب يا شباب، يعني راح نخلص هذا كله بالخشب مثل ما انا عم اعمل حاليا. مثل ما لكم شايفين خلصنا هلا هذا الخشب يا شباب، نرجع ننزل لتحت، حاليا فوق ما راح يلزمنا كتير بعد ما خلصنا السقفيه، مكسر هدول ناخذهم. هلا بنرفع هي لهون يا شباب، بنجيب الكوارتز هيك او عندنا كوارتز تحت بنجيب الابواب. هلا شو بنعمل يا شباب؟ نكسر 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بهذا الشكل، بنحط حبه كوارتز هون، حبه كوارتز هون يا شباب انحطت بالغلط، لازم نحطها هيك بهذا الشكل، حبة كوارتز هيك، حبة كوارتز هيك، وهون كمان يا شباب أربع حبات كوارتز. هلا بنجيب الباب بنحط باب هون وباب هون بهذا الشكل. لا يا شباب ضربة قذيفة على البيت، الله أكبر، بسرعة بسرعة خليه يطلع، انحرق انحرق البيت، عم بنحرق عم بنحرق، ضربتنا قذيفة يا زلمة، شو هالحظ؟ حتى أنا عم ابني بدها تجيني قذيفة. المهم يا شباب حطينا هون الباب هذا بالغلط، لازم نرجع نصلحه، بنجيب الباب بهذا الشكل، بنحطه هيك، خلينا نحطه من جوا يا شباب، نعم بيزبط معنا بهذا الشكل. هلا هيك أخذنا شكل البيت يا شباب. هلا بقى بنشيل الجراي كونكريت، حاليا ما راح يلزمنا، بدنا الجلاس يا شباب، وين الجلاس؟ أنا جايب معي جراي جلاس مثل ما لكم شايفين. هلا شو بنعمل يا شباب؟ نترك حبتين، بعدها بنكسر هون ثلاث حبات مثل ما لكم شايفين بهذا الشكل،
بنحطهم بالجلاس هاد يا شباب. طيب هلا بنرجع على الجنب هاد يا شباب، كمان هون نايف بلوكتين وهون كمان منكسر لحتى يصيب الطرف الثاني. عندنا كمان بلوكتين بهاد الشكل مثل ما لكم شايفين، بلوكتين من هون بلوكتين من هون، وكمان كله منعبيه بنصير زجاج يا شباب بهذا الشكل. وهلا ما معنا مكان، ما معنا مكان ناخذ كونكريت، لذلك راح اعيفه. كمان نجي لهم نايف بلوكتين منكسر هيك بهذا الشكل، اربع بلوكات يا شباب بنحط لهم زجاج، بنجي لهم نايف بلوكتين كمان فرق، بنرجع منكسر لحتى يصير كمان معنا من الطرف الاخير عندنا بلوكتين فرق كمان بنحط لهم زجاج بهذا الشكل. نجي على الطرفات كمان بنعمله بنفس الطرف اللي عملناه بالشكل المقابل يا شباب، بالطرف المقابل كيف عملناه بنعمل هون كمان نفس الشكل. بنخلص الزجاج يا شباب بهذا الشكل، وبنجي هلا بقى على الزينه. الزينه كيف رح نبدا فيها يا شباب؟ بنحط هون صف كوارتز اربع حبات، هون كمان بالزاويه صف كوارتز اربع حبات يا شباب. بنروح لهون هلا كمان، لاحظوا معي هون على الصف الثاني بنحط اربع حبات كوارتز، على الصف الثاني كمان هون اربع حبات كوارتز يا شباب. هلا بقى شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط درج بهذا الشكل يا شباب على دائر مدارات البيت بهذا الشكل. مثل ما لكم شايفين خلصنا هلا الكوارتز يا شباب. هلا شو بنجي بنعمل؟ شوفوا قبل كل شباك بحبه بنحط حبه كوارتز بهذا الشكل، وحبه درج كوارتز بهذا الشكل. بنجيب هلا ورق الشجر يا شباب، بدنا ورق الشجر بهذا الشكل، بنحط ورق الشجر هون هيك. وكمان هلا راح يلزمنا السلاب يا شباب، كمان بنجيب سلاب بنحطه هون بنوصله بهدول. حتى هون كمان بنجيب سلاب يا شباب بنحط هون حبه بنوصله بالسلاب بهذا الشكل. شوفوا معي المنظر كيف طلع يا شباب، منظر خرافي. طيب والله خلينا ناكل كمان. نجي لهون كمان يا شباب بنفس الطريقه، بنحط هون درج او عفوا بنحط ورق الشجر هيك بهذا الشكل لحتى ناخذ منظر. هون يا شباب نجي بنحط درجه بهذا الشكل، سلابه بسلابه هون بنحط درجه. نجي لهون يا شباب درجه هيك بدرجه هيك يا شباب، هون كمان بنحط لها درجه هيك وسلابه هيك، ومنحط ورق الشجر يا شباب. طبعا فيكم تحطوا ديرت وتحطوا لهم تراب دورات وتحطوا ورود عليهم، انا بفضل هذا المنظر يا شباب، انا بالنسبه لي هذا المنظر حلو. هلا هيك بنكون خلصنا واجهه البيت ودائر مدارات البيت يا شباب مثل ما لكم شايفين، يعني خطه ايزي ايزي ايزي. طيب هلا بقى بنجي لجوات البيت يا شباب، بدنا نبني درج لفوق وبنفس الوقت بدنا نخلص فوق. شو بنعمل؟ هلا بقى بنجيب الدرج اللي على لون الخشب يا شباب، لازم يكون انا حاطه هون، لا انا وين حاطه ما بعرف يا شباب، وين رايح الدرج اللي جبته؟ الدرج الاوك، ماني جايبه معي درج الاوك يا شباب، فاضطريت هلا لازم روح ادخل على قلب البيت جيب ان شاء الله يكون معي، هو معي انا متاكد انه معي، ولكن هلا تعال اعرف وينه في الضبط باي هذا هو. تمام، هو ذاتا ما راح يلزمنا كثير يا شباب، فخلينا نجيب هدول. شو ممكن نحطهم؟ خلينا نحط الشمع هون هلا حاليا. يلا يا شباب خلينا نروح نكمل البيت بسرعه. المهم يا شباب هلا بنرجع بقى على البيت لحتى نكمله. ندخل لهم مثل ما لكم شايفين، شوفوا يا شباب بنعد هون بعد الزجاج زجاجة زجاجتين، على حف الزجاجة الثانية ابدا بنحط درجة، نجي بعدها كمان بنحط درجة هيك يا شباب ودرجة هيك. هلا بقى هدول بنكسرهم يا شباب بهذا الشكل، وهي كمان منكسرة، نطلع لهون هي كمان منكسرة يا شباب، بنحط لها درجة ثانية، وهيك نكون عملنا درج لفوق بهذا الشكل. فيكم تعملوه يا شباب هيك بهذا الشكل، يعني طرفين درج إذا بدكم، أو بتعيفوا طرف واحد، هذا الشيء بيرجع لكم إلكم يا شباب. أنا راح أحطه درجين لحتى أنتم تشوفوا الشكل بالنهاية. طيب يا شباب هلا مثل ما لكم شايفين نحن طلعنا لفوق، ولكن قبل ما تطلعوا لفوق لازم هون تكملوا هاي بهذا الشكل. نعم يا شباب، وهون بتحطوا اي شيء بدكم اياه. هلا بقى بنطلع لفوق يا شباب، اول شيء بدنا نعمله بدنا نجيب الجراي كونكريت يا شباب، بنحط 1 2 3 4، نزل هون معي 1 2 3 فارغات، والرابعه كمان بنحط اربع حبات بهذا الشكل، بنوصلهم بهذا الشكل يا شباب، بعدها بنسحب هي لهون بهذا الشكل هيك لحتى نوصل لهون يا شباب. هيك بهذا الشكل، وكمان بنرجع بنسحب هدول يا شباب هيك بهي الطريقه. نعم وحده هون، وهون كمان يا شباب بنرفعهم وبنوصل. طيب هلا بنجيب الزجاج يا شباب الجلاس مثل ما لكم شايفين، بنحط نعبيها هي كلها جلاس بهذا الشكل يا شباب، هون كمان بنعبيها جلاس بهذا الشكل. هون الخلف يا شباب بنجيب كوارتز، هذا كله بنعبيه كوارتز يا شباب، مو بنعبيه جراي، لا بنعبيه كوارتز بهذا الشكل، يعني لا تحطون جراي كونكريت عشان تسكروه، لا سكروه بالكوارتز لحتى يعطيكم شكل احلى يا شباب مثل ما لكم شايفين. مثل ما انا عم اعمل اعملوا
مثلي يا شباب. طيب الله كمان بتجيب الخشب يا شباب حتى نخلص منه. بنسكر هاي الصافية كمان بما انه طلعنا وطلعنا يا شباب. فيكن تسكروها بالكونكريت، فيكن تسكروها بالخشب، فيكن تسكروها بالكوارتز، بالشيء اللي بتكون يعني. طيب بعد ما خلصتوا الصافية بتجيبوا السلابات يا شباب، تسحبوا صف سلاب على الدائر بهذا الشكل يا شباب. مثل ما لكم شايفين راح يعطيكم منظر خرافي للبيت بهذا الشكل. وبعد ما خلصتوا يا شباب تنزلوا لتحت. هلا بقى بنحطهم بلوكتين كونكريت بهذا الشكل، هون كمان بلوكتين يا شباب بهذا الشكل. هلا بقى بنجيب الزجاج بنحط واحد، لا هي حطيناها بالغلط يا شباب معلش مكسره، بنحط واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، هون وحده بهون وحده هون وحده بهون وحده. خلص الزجاج من عندنا بنرجع بنجيبه بنرفعه بنجيب هي بنحط وحده هون يا شباب وحدة هون يا شباب. مثل ما لكم شايفين اخذنا باب البلكون او الباب تبع الغرفة بهذا الشكل. طيب هاي الغرفة هي عبارة عن درج، انا كنت عم قلكم ليش بدكم تحطوها طرفين، لاحظوا معي اذا بتعيفوا الدرج طرف واحد يا شباب راح يكون اضبط من انه يكون طرفين، راح يكون هون عندكم مجال اضبط، عرفتوا علي كيف؟ فانتوا بتزبطوها على كيفكم يعني، بتزبطوا هاي القصة بصراحة يعني فيها مجال فيها واسع، فيكم تعملوه بالشكل اللي انتم بدكم اياه. هون ممكن الواحد يعمله مستودع، يحط صناديق، يحط الشيء اللي بده اياه. طيب هلا انا خليني احط شوي لينتا هون، خلينا نضوي شوي عشان الواحد يشوف شو في وشو في ما في يعني. المهم يا شباب الله بنطلع على البرندا بهذا الشكل، بنجيب الزجاج، الزجاج هلا هون راح يلزمنا يا شباب، بنحط هون زجاج بهذا الشكل فوق الجراي كونكريت كامل يا شباب. وهيك بنكون خلصنا البيت بشكل كامل. هلا خليني افرجيكم منظر البيت يا شباب كيف طلع. مثل ما لكم شايفين بيت خرافي، بيت رائع، بيت رهيب. طيب هلا الشيء الوحيد اللي ضل علينا يا شباب هو انه نظبط البيت من جوا. طبعا تظبيط البيت من جوا هذا بيرجع لكل واحد هو والذوق تبعه يا شباب، فيكم تعملوه بالشكل اللي بيرضيكم بالشكل اللي بدكم اياه. انا مثلا حاليا هلا ماني مجهز موارد يا شباب، ممكن احط هون مكان للقعده وحط هون ارمر ستاند، يعني زبط هيك تظبيطات عاديه للبيت. انا مثل ما لكم شايفين صار عندي بالمنطقه تقريبا شيء 6 بيوت يا شباب، واكبرهم هاي الفيلا. في عندي كمان هنيك هداك بيت خرافي عملته يا شباب، وعندي كمان هذا البيت حلو مش بوشي، وعندنا هون خيام البدو، وعندنا هون هلا هذا البيت بنيناه مع بعض. مثل ما لكم شايفين بيت ايزي وباسرع وقت وباقل موارد يا شباب، فايزي مان. طيب هلا بعد ما خلصنا هذا البيت يا شباب شو بدي اعمل؟ مثل ما لكم شايفين الموارد اللي جبتها ما راحت من ما راح منها اي شيء يعني، شوفوا الكونكريت ولا الشغلات اللي عملتها اللي اخذتها ما ناقص منهم شيء ابدا يا شباب، الشغلات اللي نقصوا شغلات جدا قليله وما بينحكى فيها. طيب الله يا شباب راح اخذ معي هذا التراب دورات ما بيلزمنا الشيء ما بيلزمنا. طيب يا شباب هلا بقى راح نروح نبني البوابه يا شباب. طبعا يا شباب كلياتكم بتحبوا تبنوا اماكن سريه ما حدا يعرفها وما حدا يشوفها باللعبه ابدا، وخاصه اذا كان عم يلعب معك بالسقاطه كثير. طبعا مثل ما لكم شايفين هلا في عندي انا وصديقي هون زبطنا منطقه كبيره، بنينا ديرت وبنينا هيك اشياء، هنيك بنيت ماكينات قصب السكر التوماتيكيه اللي نزلت لكم اياها بالشورت يعني فيديوهات قصيره، وهون بنيت كمان مزارع يا شباب. وهلا بقى بدنا نعلمكم كيف تبنوا بوابه. طبعا انا هلا بحتاج لمكان ابني لكم فيه البوابه. المهم يا شباب انا اخترت هذا المكان لحتى اعمل لكم البوابه، شوفوا معي لاحظوا فكره البوابه، بتكبس هاي الكبسه هون بيفتح عندك مجال، بهذا المجال انت بتدخل بتعمل اللي بدك اياه، بتكسر المكان يعني بتعمل الشيء اللي بدك اياه يا صديقي هون جوا، بتعمل غرفه بتعمل 1000 شغله، 1000 شغله ممكن تخطر على بالك، تخبي الشيء اللي بدك اياه يا شباب بهذا المخبأ، ترجع تكبس الكبسه الباب بيتسكر. فالمهم هلا انا راح اعلمكم كيف تبنوا هذا المخبأ. بدايه خليني افضي الموارد هون لحتى اجيب الموارد اللي بتلزمني. انا حطيت الموارد اللي بتلزمني هون يا شباب، اول شيء بلزمكم ستون وريد ستون وريد ستون ريبيتر وابسيرفر وستيكي بستون والبوتون يا شباب لا غنى عنها طبعا. طيب هلا راح نبدا بالباب يا شباب، نبدا من هي الجهه مثلا جنب هذا الباب. اولا يا شباب بتحفروا 1 2 3 4 5 وبتنزلوا كمان 3 حبات لتحت. هلا صار عندنا يعني ارتفاع 4 بعرض 5، 1 2 3 شوفوا 1 2 3 4 وعلى عرض 5 يا شباب، هذول كلهم بنكسرهم بهذا الشكل لحتى نوصل لهذا الطرف، يعني صار معنا 5 بلوكات بارتفاع 4. كمان بنكسر نفسهم يا شباب نفس الشكل بالضبط، صف ثاني قدامنا بهذا الشكل. بعد ما كسرناهم هلا بقى بدنا نجي نبدا بالبوابه، اول شيء بتجيبوا حبه ريد ستون، بعدها ريفيتر يا شباب بهذا الشكل، بعدها بتجيبوا الاوبسيرفر بتبنوا هيك حبتين اوبسيرفر، ركزوا النقطة لازم تكون لهي الجهة، بعدها بتجيبوا ستون يا شباب بهذا الشكل، ستون محروق أو ستون مو محروق على كيفكم يعني ما بتفرق، بتحطوا ريد ستون يا شباب، بعدها بتطلعوا لهون يا شباب بتحطوا الريد ستون ريبيتر بترفعوه لأعلى ليفل، ركزوا بترفعوه لأعلى ليفل ضروري، بعدها بتجيبوا الستيكي بيستون واحد هون واحد هون يا شباب، ستيكي بيستون
بعد هلا يا شباب لازم نطلع شوي لفوق، لازم نحط ستوني هون يا شباب، بنحط ستوني بنطلع شوي لفوق، بنحط اوبسيرفر بهذا الشكل، اوبسيرفر بهذا الشكل. بعدها بدنا نجي كمان هون يا شباب، بنطلع كمان حبتين لفوق، بنحط اوبسيرفر هون، ركزوا معي فوق الريبيتر بالضبط، بنحط اوبسيرفر، بنحط فوقه بلوك يا شباب، بنحط هون ستيكي بيستون. بعدها بنيجي لهون لهي الجهه يا شباب، بنحط ستيكي بيستون كمان هون، بنحط اوبسيرفر تحته بهذا الشكل. وهلا بقى لازم نطلع لفوق بهذا الشكل يا شباب. هاي المنطقه كلها بنسكرها هيك يا شباب مثل ما لكم شايفين، بنسكر هاي كمان هيك. أحا أنا هون ليش ما بتكسر، ما بنحط بلوك معي، بتسكروها هيك بهذا الشكل. بعدها بتجوا هون يا شباب بتكسروا بلوك مشان تتأكدوا إنه الستيكي بيستون موجود هون، بتحطوا بترجعوا البلوك وبتجيبوا البوتون يا شباب، بتحطوا البوتون هون، لا عفوا بتحطوها تحت عند البلوك اللي فوق الستيكي بيستون، وبتكبسوا الكبسة مثل ما لكم شايفين، فتح معكم الباب. طيب بعد ما يفتح معكم الباب أنتوا بقى بتبنوا الغرفة اللي بدكم إياها بهذا الشكل يا شباب. خلينا نحط لكم لينتر مشان مثلا الواحد يضوي، ومثل ما لكم شايفين صار معكم أقوى غرفة سرية في العالم، يعني باب ايزي بيزي ما حدا بيعرف يعمله. هون بتكبر الغرفة اللي بدك إياها على كيفك، لسه إذا بدك تنزل فيها لتحت تعمل الشيء اللي بدك اياه، بتطلع بتكبس كبسة يا صديقي تسكر معك الباب، تشيل البوتون هيك مستحيل حدا يعرف انه انت اصلا عندك باب. بترجع بتحط البوتون يا شباب، هي مكسره بنرجع بنحط البوتون مثل ما لكم شايفين، فتح معنا الباب. فايزي مان ايزي. فيابا يا شباب لهون بكون وصلت معكم لنهايه موضوعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اكون كمان شرحت لكم شرح كافي وافي عن بناء البيت وبناء البوابة السرية يا شباب. طبعا انا هلا هداك البيت مثل ما قلت لكم راح اكمله داخل البيت وازينه كمان من جوا خلف الكواليس، وان شاء الله الحلقة القادمة بتشوفوه على اكمل وجه. اذا بدكم نزلكم حلقة كاملة عن تزيين البيوت راح نزل حلقة كيف زين الفيلا وكيف زين البيت هذا يا شباب. طبعا مثل ما لكم شايفين هلا حاليا البيت فاضي وفوق كمان فاضي والبراندة كمان فاضية، ولكن إذا بتلاحظوا عنا بالبيوت الثانية يا شباب، خلينا مثلا فرجيكم البيوت الثانية، رح فرجيكم مثلا الشغلات ممكن نعمل الزينة اللي ممكن نعملها داخل وخارج البيت على البرندايات. مثلا رح فرجيكم هذاك البيت كمان بنيته من الكوارتز والجراي كونكريت يا شباب، مثل ما لكم شايفين بحط ديرت بحط فوق وردات، بنحط هون كمان هيك مدخل، بنحط هون كمان مثل برندا يا شباب ومكان للأكل، بنحط مسبح، بنحط سموكر، بنحط محل شوي يعني انه بنحط كراسي. يعني هالزينة هاي اذا بدكم تتعلموها خارج البيت وداخل البيت، شوفوا داخل البيت كمان عملت مطبخ صغير، محل الاكل، عملنا هون حمام يا شباب. هاي الشغلات كلها اذا بدكم اعلمكم اياها كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ما راح اقصر معكم يا شباب. فيابلا هون بكون وصلت معكم لنهايه موضوعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.